أخت ضحى تكشف سبب دخولها للمستشفى. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت ضحى بالتفاعل على صفحتها بالسناب شات بصورة إلها وهي بالمستشفى. أيضا قامت أختها رحمة بالتفاعل بستوري على صفحتها بالسناب شات، قامت بأخذ صور لأختها وهي نايمة بالمستشفى، وكان الجمهور كتير خايف على ضحى وبعت لرحمة ليسألها عن صحتها، وردت رحمة إنه ضحى حاليا بخير. أترككم على ستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. أما ميكس فمنذ البارحة ما تفاعل على صفحته بالإنستغرام، والواضح إنه هو كمان نفسيته كتير تعبانة.